نصح رأى أنتم تبصرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد تاني على قناتكم قناة سكاي تويتس. طفل أفريقي لا يتعدى 15 عام يمتلك خامة صوتية رهيبة بضعف الإمكانيات ونشأ في بيئة فقيرة لم يحظى بفرصة لتلاوة القرآن الكريم على مرأة ومسمع من الجميع. ولو طفل مكانه نشأ في بيئة فاسدة وكان يمتلك صوت مثل صوته قد كان توجه للغناء. ما شاء الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مورهون. ما شاء الله. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. صدق الله العظيم.